بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم احبائي في الله ان شاء الله النهارده هنقول دعاء قوي جدا بامر الله بيحفظ الانسان من اي ضرر ومن اي بلاء بامر الله هنقوله ثلاث مرات من بالليل للصبح ومن الصبح بالليل هيحفظك بامر الله يلا نردد مع بعض الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نكرره بأمر الله ثلاث مرات وربنا إن شاء الله هو الحافظ